المؤسسه كمجتمع مصغر كيتيح له فرصه باش يتسق المهارات ديالو ويكون راسو تكويني هو متين وعميق. نفتح اليوم صفحة جديدة في مسار تكوين مدرسين بصفة عامة في جميع الأسلاك التعليمية. لماذا؟ لأنه كنا سابقا ننتظر انتهاء طلبة من تلك الإجازة، نفتح أمامهم فرصة ولوج مراكز التكوين، ومن ثم تبدأ تلك العلاقة بينهم وبين الوسط المدرسي. الآن قلبنا هذه المعادلة بحيث أنه منذ التحاق الطلبة بالمؤسسة الجامعية المتخصصة في المسارات التربوية في الإجازة في التربية، نفتح أمامهم الفضاءات المدرسية من أجل الانغماس المهني والتمرس المهني. كما تعلمون المدرسة العليا الأسد بالرباط كونت أجيال كبيرة وكثيرة من الأساتذة اللي كاينين في المغرب كاملين، ويشهد لها في الحقيقة بجودة التكوين وانخراطا منها في هذه العملية لتكوين أسد المستقبل. هذا العام كانت أول مرة اللي غيكون هناك مزج من السنة الأولى في التكوينين، التكوين النظري اللي غيدار في هذه المؤسسة الجامعية، والتكوين الميداني اللي غادي يدار في مؤسسات التربيه والتعليم في التابعين للاكاديميه لجهه الرباط سلا القنيطره. لاكسيون ايدوكاتيف هي مجموعه من اعمال شانها على انها تساهم في تسهيل ادماج الطلبه الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات الجامعيه، بخصوص ذكر كليه علوم التربيه، المدارس العليا للاساتذه ومدارس المهن ديال التربيه والتكوين، لأجل إعداد تكوين الجامعي لازم لتهيئ الطلبة لمزاولة مهن التربية والتكوين على المستوى الابتدائي وعلى المستوى الثانوي مجموعة من التخصصات. إذن لاكسيون إدوكاتيف والأعمال العمل التربوي هي مجموعة ديال الأعمال تخص الدعم المدرسي، تخص الأنشطة الموازية، تخص كذلك المساعدة للمدرسين على إنجاز مهامهم، مساعدة على الإدارة. سيقوم الطلبة ابتداء من الفصل الأول إلى الفصل السادس، يعني طيلة 3 سنوات، بأداء متوسط 4 ساعات في الأسبوع لصالح مؤسسات تابعة للتربية الوطنية القطاع العمومي لأجل نجاح العمل المدرسي والتدريس. بصفتنا كطلبة المدرسة العليا الأساتذة بالرباط، صراحة نحن سعيدون جدا بهذا الدعم اللي غيكون عبارة عن دعم لفائدة طلبات التلاميذ الابتدائي المستوى التعليمي العمومي، وكنتمنوا من الله ان شاء الله يكون حافز لنا كاساتذه متدربين انتاج منظومه تعليميه يعني عاليه المستوى، لا سواء على المستوى الفكري ولا على المستوى الثقافي ولا المستوى التعليمي. صراحه كورونا خلفت عده اضرار على هذه المنظومه الصغيره، صراحه سنحاول ان شاء الله في الدعم بتطوير هذا المستوى وجعل تلاميذ المستوى التعليمي الابتدائي العمومي تلاميذ قادرين على القراءة والكتابة، قادرين على ما هو جدير في الإعدادي أو الثانوي إن شاء الله بإذن الله.